هلو جايز، واهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. اليوم مشوارنا راح يكون من مدينة بغداد، وتحديدا شارع المتنبي. بتأمل يعجبكم الفيديو وتنبسطوا، وما تنسوا تعملوا لنا لايك شير اند فولو. شارع المتنبي بيتحول نهار الجمعة تحديدا لسوق، وبيمتنع عن دخوله السيارات. بيشتهر السوق بتجارة الكتب والانتيكة وبالقهاوي الشعبية، بالإضافة للمباني القديمة، ومن ضمنها مباني الحكم القديم. هالمباني الحلوة بتسحرك وبتخليك تحس قديش هالمدينة بفترات من الزمن ازدهرت، وبتعكس لك جمال الفن والحضارة اللي فيها. وبس تمشي بالسوق بترجع لأزمان، وبيوقف الزمن وبتحس انك بعصر الخلافات والملوك، وكأنه الزمن بهالمكان بطئ أو وقف. هون بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، بتأمل يكون عجبكن، وما تنسوا تعملونا شير لايك وفولو.